الدرس الرابع ضرب مقدار جبري في مقدار جبري آخر. الهدف ضرب نعرف ناتج ضرب مقدار جبريين، مقدارين جبريين كيف نضربهم في بعض. هذا الدرس ما مش كثير بيختلف عن الدرس الماضي اللي هو درس ضرب حد جبري في مقدار جبري، ولكن هالمرة بدنا نعملهم مقدارين، يعني مثلا سين زائد صاد مقدار مثلا وسين ناقص صاد مقدار، لأن كيف نضربهم في بعض. أختصر القصة، هي عبارة عن ضرب بالتوزيع، هيك راح نضرب بالتوزيع. الآن راح نتعلم هذه المهارة في هذا الدرس. نبدأ بالسؤال الاستفتاحي. حديقة منزل مستطيلة الشكل يريد صاحبها زراعتها بالمحاصيل المبينة في الشكل المجاور، يعني هذه المنطقة بده خلينا نلونها بلون مثلا أصفر، هيك هاي المنطقة بده يزرعها تفاح هياتها. واللي بعديها شو بده يسوي فيها؟ المنطقة الثانية، هاي المنطقة بده يسويها زيتون، هالنقطة هيك هاي المنطقة بده يسويها زيتون. طبعا بده يحط منطقة زيتون أكثر، وهسه موسم زيتون، الناس شو تسوي؟ تستفيد منه كثير مونة إلها خلال السنة. طيب والمنطقة هذه لوز، والمنطقة هاي ليمون. طيب اكتب المقدار الجذري يعبر عن كل من أبعاد الحديقة. أبعاد الحديقة إيش يعني أبعاد الحديقة؟ هاي أول مرة بتمر علي فكرة أبعاد الحديقة، ما مرت علي قبل المرة. مين فيكم بيقدر يساعدني إيش يعني أبعاد الحديقة؟ أبعاد الحديقة معناته قصده فيها طولها وعرضها. فلاحظ أنه هنا مثلا نفترض أنه هذا طول أو هذا عرض الحديقة، إذا هو سين زائد اثنين، وهذا الضلع طوله عين زائد ثلاث. ممتاز. إذا أبعاد الحديقة هما سين زائد اثنين وعين زائد ثلاث. بده مساحة المنطقة المزروعة بكل محصول. أيوة. طيب خلينا نفهم، التفاح مزروع هون هياته المستطيل هذا، صح؟ وبنعرف إحنا إنه مساحة المستطيل هي الطول ضرب العرض. طب هون اثنين وهون عين، كيف عرفت إنها عين؟ من هون عرفت إنها عين، هاي طلع عليها هاي عين، إذا هاي عين زيها. إذا هاي مساحتها التفاح إيش هي؟ اثنين عين. يلا الزيتون سين وهاي عين، إذا هي عبارة عن ضرب سين في عين، إذا سين عين، سين ضرب عين إيش يا جماعة؟ سين عين. يلا اللوز هاي اثنين وهاي ثلاث، إذا هاي مساحتها ستة، اثنين في ثلاث ستة. الليمون هاي سين وهاي ثلاث، نضرب ثلاثة في سين تطلع ثلاثة سين. إذا مساحة المنطقة المزروعة بكل محصول كتبناها، اللي هن خلينا نعملهن بداخل الشكل كل واحدة إيش مساحتها، عشان بس نعيد الكلام على السريع. يلا يلا ردوا عيدوا معي. مساحة المنطقة المزروعة بالتفاح اثنين عين، الزيتون سين عين، يلا اللوز اثنين في ثلاث ستة، الليمون ثلاثة سين. إذن هاي مساحة المنطقة المزروعة بكل محصول. الآن مساحة الحديقة الكلية بالطريقتين آراء. الطريقة الأولى إني أطلع إنه هذا مستطيل كبير، كويس، مساحته هو سين زائد اثنين مضروبة في عين زائد ثلاثة اللي هي الطول في العرض. والطريقة الثانية اللي أنا بقدر أسويها إني بجمع مساحات المناطق اللي زرعت فيها المحاصيل كلن على حدة، يعني بقول اثنين عين زائد سين عين. طبعاً تعرفوا بالجمع والطرح إحنا بنجمع فقط المقادير المتشابهة أو الحدود المتشابهة، زائد ستة زائد ثلاثة سين. في إشي بنجمع مع إشي؟ جواب لا. إذن هذا هو مساحة الحديقة. طب سؤال، هذه المساحة تختلف تماماً عن هذه المساحة؟ الجواب لا. لو فكينا الأقواس هنا راح نحصل على نفس النتيجة. هاي بدي أترككم أنتوا تسووها لحالكم، سواء ضرب أفقي أو ضرب رأسي.